ربما لأن إسرائيل لا تريد أن تحرج نفسها مع دول بعينها مثل قطر وتركيا، ربما الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية ساحات لا تشكل حرجا لإسرائيل. نعم. لكن إسرائيل مجرم، يعني إذا قررت أمرا ما ربما لا تقيم وزنا حتى للعلاقات الدبلوماسية. في النهاية هي نجحت مع الأسف الشديد باغتيال الأخ. هل تتوقع الأنية. اغتيالات أخرى؟ بكل تأكيد، في كل لحظة، في كل لحظة. أنت تتعامل مع عصابة، هذه ليست دولة، إسرائيل ليست دولة، إسرائيل عبارة عن عصابة إرهابية يقودها إرهابي، شخص إرهابي مطلوب للعدالة الدولية، مطلوب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب. أولا نتنياهو غير معني بوقف القتال أو بوقف العدوان على بشكل دقيق. نتنياهو غير معني بوقف العدوان، ونتنياهو معني باستمرار وتوسيع رقعة الصراع. ربما يلجأ إلى خطوة تكتيكية بوقف أو بتهدئة مؤقتة يواصل بعدها العدوان، ربما. لكن حتى لو توسعت رقعة الصراع واتسعت الحرب، الذي يتحمل تبعات أي رد فلسطيني أو غير فلسطيني على جريمة الاغتيال اليوم للأخ إسماعيل هنية، الذي يتحمل المسؤولية هو إسرائيل ونتنياهو شخصيا، أي رد سيكون مفهوما ومقبولا وربما مرحبا به عند قطاعات كبيرة